طيب هنشوف بقى اخبار كده لطيفه خفيفه قبل ما نسمع الضخمه الاولى. عندنا في بريطانيا احتفل امبارح القط لاري، قط اسمه لاري، احتفل بمرور 10 سنين على تولي منصب كبير صائدي ألف إيران في مقر الحكومة البريطانية، وده أول قط يتم تنصيبه في وظيفة حكومية في تاريخ بريطانيا. ده شغلته إنه صائد الفئران، وهو يعني بقاله 10 سنين بيمارس المهنة دي. بمناسبة القطط بقى والكلاب، في فندق للقطط والكلاب موجود في واحدة كده من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن بقى الفندق ده إن هو بيتيح خدمات الاسترخاء للكلاب، توفير بقى موظفين مختصين يعمل لهم تدليك بزيت اللافندر اللي بيهدي الأعصاب، في كمان سبا، خدمة قراية قصة قبل النوم أو حدوتة قبل النوم للكلاب والقطط. كل ده بيتم من خلال موظفين محترفين ومتدربين على أعلى مستوى. يا سلام.